قتله وقسم جسمه لثلاث أجزاء وقام بتخفي الجثمان. يمكن آخر جزء فيه اللي هو الجزء العلوي الرأس والجزء العلوي كان خفيه على بعد 3 كيلو متر من القرية أو المكان اللي فيه الدرس بتاعه، السنتر اللي يعني شاهد مسرح الجريمة كاملة. النهاردة اعترف مجموعة اعترافات وكان يعني عليه علامات الندم وحس بأنه غلط غلط كبير جدا. يعني كلمنا النهاردة عن الاعترافات اللي حضرتك شفتها النهاردة. الاعترافات شيء متوقع، هو اعترف بقى قبل كده في النيابة، ما هيش حاجة جديدة. الندم من أي واحد بيعمل جريمة ده شيء طبيعي، لكن الندم كان يبقى قبل ما يعمل الجريمة، الندم كان يبقى قبل ما يتكشف ويفتضح أمره، لكن هو جاي بعد ما اتقبض عليه وبعد ما خلاص التهمة بقت واقعة عليه وثابتة وجاي يندم ويعترف، ده ما لا يفيد. لو عايز يندم، لو عايز يراعي أهله زي ما هو بيقول، ما حدش ينظر لأهله نظرة وحشة، كان واجب عليه هو ياخد يعني يحتاط للنقطة دي من قبل ما يعمل الجريمة بتاعته، مش جاي النهارده بعد ما بقى في المحكمه وبقى الامر واقع وثابت عليه ويقول ما حدش ينظر لاهلي. اهلك مسؤوليه منك، اهلك مسؤولين منك، وسمعتهم وسمعه ابنك اللي لسه طفل ده مسؤوله منك، كان واجب عليك تحتاط ليها قبل ما تعمل جريمه زي دي. حضرتك تعرفه قبل ارتكابه الواقعه والنهارده شفته، يعني ملامحه اتغيرت يعني بعد ارتكابه الواقعه؟ لا 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 انا لا انا لا لا انا ما اعرفوش قبل الواقعه معرفه شخصيه، والنهارده ما شفتوش، يعني انا ما بصيتش عليه ومش هبص عليه. ما شفتوش النهارده ومش هشوفه. ما بصيتش عليه هو؟ لا لا لا. حد من اهله حاول يتواصلوا مع حضرتك؟ لا لا. ابرز لا. التصريحات اللي هو قالها النهارده في المحاكمه لفتت انتباه حضرتك، غير وصيته للاسره؟ ما ان هو مش عايز محامي، يعني بقول للقاضي ان انا لا الموضوع انا مرتكب الواقعه وانا مش عايز محامي. طبعا هو النهارده انت ما فيش تعديل، انت مش هتعدل على هيئه المحكمه تنتدب محامي او ما تنتدبش، دي اجراءات قضائيه لابد منها وصوره قانونيه لابد تكتمل، هو ملوش حق ان هو يقول فيها اي او لا، لازم الصوره تكتمل. حرصه على عدم وجود اي شركاء في هذه الجريمه تفسيره ايه؟ لا لا، ده تفسيره ان هو فعلا ما فيش شركاء في الجريمه، وانه كان مدبرها، كان مدبرها من قبل كده، وزي ما قال انه كان عايز يعملها قبلها بثلاث ايام او حاجه زي كده وما تمكنش فاستدرك وعملها تاني يوم الثلاث. كنت متوقع ان حضرتك ان هو يماطل النهارده في حاجه؟ توقعت ان ممكن يكون فيه محامي يحاول يماطل او كده، لكن هو نفسه ما ماطلش ولا حاجه، وزي ما شفت اعترافاته قبل كده في النيابه اعترافات تفصيليه بيقول انا اللي عملته وعايز القانون ياخد مجراه. اعترف تفصيلي. نعم، كان مستسلم النهارده، كان مستسلم وراضخ، لكنه هو عارف ان المصير محتوم، المساله ما هياش لا تحتمل احتمالات، المساله محتومه، فحتى استسلامه وجود محامي للدفاع عنه ده يعني عارف ان هو خلاص على كفوف الاعدام او على محفه الاعدام خلاص. فندم المحامي لو واحد متهم هو بريء، المحامي ممكن يساعده، واحد عمل تهمه غصب عن المحامي ممكن يساعده، لكن لما يكون التهمه ثابته لو جبت ده عايز ساحر مش عايز محامي، فلا حتى في محامي او ما فيش محامي المساله محتومه. يعني هو عمل تصوير للجريمه، عمل معاينه تصويريه مع النيابه واعترف تفصيليا في النيابه بكل حاجه وبالتفاصيل اللي هو من ضمنها كمان قال ان هو بيحضر ليها من 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 زمان من فتره طويله، وده باين من التحضيرات اللي عاملها في طريقه طلبه للفلوس، في طريقه تجهيزه للكشف بماكينات الاي تي ام، من طريقه تحضيره لاداه الجريمه السكينه وانه عينها في مكان اللي هيتنفذ فيه جريمته، النتيجه من كمان ان هو قاعد يفكر في مكان ينفذ فيه جريمته وما لقاش انسب من المكان اللي ابني بيكون موجود معاه بصوره امنه وطبيعيه كونه بياخد عنده درس خصوصي، فالمساله كلها كانت مخططه سابقا. يعني ومساله الفلوس اللي كان طالبها ما كانتش فارقه معاه في ان هو هينهي على لا هو كده كده مبيت النيه على انهاء حياه ابني من الاول، وبعدين يوهمنا بان هو مخطوف عشان يقدر ينفذ الابتزاز بتاعه. على معالي المستشار مجدي بيه القاسم لما هو ساله نفس السؤال وضح النقطه دي كده، قال له ان انا ما عنديش مكان اقدر احتفظ فيه بيه وما عنديش حد يقدر يساعدني ومفيش حد اقدر اثق فيه ومعرفش كمان حد من اللي هم الممتهنين الاجرام. جريمة اكبر منه فبدا يتخلص من الجثمان ويتخلص من ايهاب رحمه الله. لا ما تورطش، هو مدبر الجريمه من الاول، بس هو كان بيراهن على اننا مش هنبلغ الشرطه، فكان هيقدر يخفي يخفي الجثه ويماط يعني ويبتزنا براحته. طب النهارده امام المحكمه هل الوضع اللي كان فيه المتهم ثبات ام ندم؟ برود اعصاب، ده دم بارد، ما عندوش ده عنده تبلد في الاحساس. وتوقعك يوم 21 ابريل يكون الحكم النهائي في هذه القضيه؟ الحكم النهائي محتوم ان شاء الله، واحنا كلنا ثقه في القضاء،
اما يكون يوم 21 يصدر الحكم او تؤجل او تعاد في جلسه ثانيه، ديت حاجه ترجع للمحكمه، واحنا كلنا ثقه في القضاء المصري. كنت متوقع تنحي المحامي لدول الدفاع عنه؟ كل الناس كانت متوقعه ده، ناس كتيره جدا كانت متوقعه ده. تراجعوا عنه ده نار حضرتك شويه وطمنك على الجلسات اللي جايه؟ كوني مطمئنه على الجلسات اللي جايه، انا مطمئنه على الجلسات اللي جايه. اعترافه من عدمه ما يمثلش بالنسبه لي حاجه، هو يعني كلهم لا يمثل بالنسبه لي اي شيء. حضرتك قلت من شويه يعني في لقاء قبل كده ان كان بدايه النيه ان هو يعمل كده في ثلاثه تانيين من زمالك. زي ما هو قال على حسب اعترافاته ان هو كان عامل كشف بناس ثانيه، ولو دي نجحت كان هيعمل كده في حد تاني، خاصة ان هو عنده تقريبا حوالي 5 اماكن بيدي فيهم دروس، فكان ينفذ كل واحدة في مكان مختلف بنفس الكيفية عشان سهولة التربح وال يعني واخفاء الجريمة. لو قدر يخفي الجريمة من الاول. فكان عايز يعني عايز ياخد الفلوس بالطريق السهل يعني. تقول ايه للمتهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يعني عند الله تجتمع الخصوم. حسيت ان الناس النهارده اصلا يعني اثناء وقوع الجريمه وقبل اكتشاف زي ما بعض الناس علقوا عليه انه ده اول حد كذا، ربنا يستجيب دعوته بالسرعه دي. حسيت ان هو بيستعطف الناس تجاه اسرته، بيقول ما حدش يقول. طبعا بس هو كان اولى واحد هو يعني يتحمل عبء مسؤوليه سمعه اسرته ويفكر فيها قبل ما يقدم على جريمه شنعاء زي دي. هو اللي اخطا في حق نفسه وفي حق ابنه وفي حق اسرته، وهو المتحمل المسؤوليه عن اي نظره تجاه اسرته بعد كده. تقول لي حضرتك ان هو اللي قام بالجريمه بصراحه ايهاب ايهاب ان شاء الله يعني نحسبه من الشهداء ولا نزكيه على الله، وان شاء الله في الجنه، وباذن الله انا اقول له انه لو يعرف قد ايه الناس حباه وقد ايه الناس يعني ده بيدل على حب الله سبحانه وتعالى له، وان شاء الله في مكان احسن من اللي احنا فيه باذن الله. ان شاء الله. شكرا جدا حضرتك. شكرا. اشرف مصدق ان هو قام بفكره الجريمه. كنا معاكم مشاهدينا بنتابع مع حضراتكم رد فعل والد ايهاب اشرف بعد اولى جلسات محاكمه المتهم النهارده، واللي قررت محكمه جنايات المنصوره تاجيل المحاكمه ليوم 21 ابريل المقبل لانتداب محامي للدفاع عن المتهم. المتهم حضر النهارده بمفرده بعد ما اعلن عبد الله البلتاجي محامي المتهم امبارح انه بيتنحى عن الدفاع عنه، وقال لنا في تصريحات خاصه انه تيقن من يعني ويتنحى المحامي بعد ما تيقن من ارتكاب المتهم للواقعة وإدراكه الكامل للفعل اللي ارتكبه والجرم اللي ارتكبه. ما كانش تحت تأثير أي مرض نفسي ولا تحت تأثير أي حاجة، لكن هو كان مدرك تماما للفعل اللي ارتكبه، كمان بمشاهدة المعاينة التصويرية اللي أجراها المتهم تيقن المحامي من ثباته الانفعالي وإدراكه للجرم اللي ارتكبه، فقرر التنحي عن القضية. النهاردة ظهر المتهم أمام محكمة جنايات المنصورة في أولى جلسات المحاكمة بمفرده. في البداية المحكمة طلبت أو عرضت عليه أن هي تنتدب ليه محامي، رفض وقال أن هو الأمر ما يستدعيش محامي وأن هو أقر واعترف بارتكابه الواقعة والأمر مش محتاج محامي يدافع عنه، لكن طبعا حق المتهم أن يكون معاه محامي، فقررت المحكمة النهاردة انتداب محامي للدفاع عنه. طبعا خلال الجلسة اللي كنا بنتابعها مع حضراتكم المتهم كان خارج القفص واستجوبته هيئة المحكمة وأقر بارتكابه الواقعة بمفرده، وإنه كان عايز يبتز أسرة المجني عليه ماديا لأنه بيضارب أو اعتاد المضاربة على تطبيق إلكتروني أو اعتاد لعب الأمور على تطبيق إلكتروني، فمر بضائقة مالية فقرر إن هو يخطف حد من الطلبة بتوعه أو التلاميذ بتوعه ويخلص عليه علشان يبدأ يساوم أهله. كمان هيئة المحكمة لما سألت المتهم إن هو ليه قطع الجثة قال لهم إنه ما كانش فيه مكان يخفي فيه الجثة وما كانش هيعرف يشتلها مرة واحدة لوحده، فقرر إن هو يقطعها على 3 أجزاء ويرميها أشلاء في أماكن بعيدة. بعدها بدأ يساوم الأسرة على 500 ألف جنيه مقابل إطلاق سراح ابنهم.
زي ما شفنا معاكم مع الأب ورد فعل الأسرة. الأب منتظر الجلسة المقبلة ومنتظر القصاص العادل والناجز لابنه إيهاب أشرف. كانت قضية صعبة جدا وكانت جريمة من أبشع الجرائم اللي شهدتها محافظة الدقهلية بعد ما تخلص الأستاذ من تلميذه وقطع جسمه لثلاث أجزاء، فصل الراس والجزء العلوي والجزء السفلي وبدأ يرمي الأشلاء في أماكن متفرقة بغرض ابتزاز أسرته ماديا لمروره بضائقة مالية لاعتياده لعب القمار على تطبيق إلكتروني وخسر فيه فلوسه وبدأ يجمع فلوس من قرايبه وخسرها برضه، فبدأ أنه يفكر يخطف حد من تلاميذه وخطف إيهاب ويخلص عليه وشطر جسمه لثلاث أجزاء. النهاردة كانت أولى جلسات المحكمة أمام محكمة جنايات المنصورة، تابعنا مع حضراتكم وصول المتهم وكمان استجوابه أمام هيئة المحكمة، وتابعنا معاكم رد فعل والد المجني عليه بعد تأجيل المحاكمة. بشكر حضراتكم جدا مشاهدينا على المتابعة، كنت معاكم مي الكنيلي.